وها عاوتاني وناحي دار لنا البلبلة في وسائل التواصل الاجتماعي في كل حتة. لك شنو بعض الصحف وبعض الإعلاميين في مصر خدت الكلام على نفسها، في ناس فهمت وفي ناس ما فهمتش، ولكن أنا عشان مصري عايش في المغرب هنقول لك إيه. المغاربة دول في الكلاشات مفيش بحالهم. يعني إيه كلاشي بالمصرية؟ يعني لأ حريك بالكلام، يعني كده يرمي لك كده الكلام كده من بعيد كده، هو ده الكلاش. يعني المغاربة في الكلاش مالهمش حل الصراحة. وناحي بذكاء بعد ما أحرز الهدف طبعا ورد في الملعب الأول قبل ما يرد بطريقة الاحتفال على الناس اللي انتقدته مجرد انه قال رأيه، وانا الصراحة بحترم اي لاعب يقول رأيه حتى لو كان ضدي او معايا. يعني انا شايف مثلا ان الكلام اللي قاله وناحي مش عيب او مش غلط، وشايف ان في منتخبات اخرى بتعمله زي المغرب وزي تونس وزي الجزائر في بعض المباريات الصعبة لما يكونوا هم بيكسبوا مثلا او احرزوا هدف بيتفنن في اضاعة الوقت، بيقع يمين وشمال عشان يحاول يحافظ على الفوز بتاعه لو كان الفريق اللي قدامه فريق صعب او فريق قوي، وده مش عيب ومش غلط. القصة في ايه بقى؟ القصة ان بعد ما وناحي جاب الجون راح عند الكاميرا وعمل نفسه بيبكي وبيشكي. وخلينا اقول لكم على حاجه واعترف لكم بحاجه يا جماعه، يمكن ناس كتير هتقول لي مثلا انت لا متحيز للمغرب لا ضد، لا لا خلينا اكلم لكم بمنتهى الامانه. والله احنا في مصر خاصه في الاعلام من النوع البكاي فعلا، خلينا اكلمكم بصراحه والله العظيم. يعني ايه من النوع البكاي؟ يعني مثلا لما نخسر ماتش او نخسر مباراه بنقعد نبكي ونشكي ونجيب اللوم على الحكم، ومره نجيب اللوم على مش عارف مين. موضوع بصراحه معروف عن الإعلام المصري ومعروف عن تحليل مبارياتنا إن إحنا لا أصل مش عارف الحكم ماله، لا أرضية الملعب مالها، يعني بنوجد المبررات أكتر ما بنلوم نفسنا على الأداء أو بنلوم اللعيبة أو بنلوم المدرب أو بنلوم الخطة، نوجد حجج لسوء الأداء أو التعادل أو الهزيمة. هذه معروفة معروفة عندنا في الإعلام الرياضي، ومش في الرياضة بس صدقوني، حتى على المستوى الإعلامي في أي حاجة بنحاول قبل ما نشوف إيه المشكلة ونحلها نوجد المبررات الأول عشان نحاول نهدي الناس ونهدي الشارع، أو بنحب نحط شماعة. يعني نحب نقول إيه مثلا؟ لا أصل إحنا ما كسبناش لأن الحكم، أصل ما كسبناش لأن أرضية الملعب، لأن الرطوبة، لأن الجو، لأن ما بنحاولش نقول اللعيبة لا ده ما لعبش بكامل قوته، أو ده ما كانش في يوم النهاردة، أو اللعيبة استهترت، أو اللعيبة نزلت مستهترة. ما بنحاولش نلوم اللعيبة، وده مش في كل الأوقات، ولكن إحنا بنشكي كتير. يعني إحنا دي معروفة عندنا إن إحنا بنشكي ونبكي كتير. فهل أناحي قصد أو ما قصدش؟ أنا بحييك على الكلاش اللي عملته، ما بقاش حد عارف أنت تقصد بمين. بحييك على الأداء، وبحييك ان انت خدت رجل المباراة، وده افضل رد على المنتقدين ديالك، على الناس اللي بتنتقدك افضل رد. وانا بقول دلوقتي بوجه الكلام ده قبل ماتش مصر للعيبة ولمصطفى محمد ولمحمد صلاح، اذا كنتوا انتوا فعلا عايزين تكلاشوا وناحي ورونا في الملعب، اكلاشي زي ما انت عايز، ولكن ورينا في الملعب. في النهاية هي الرياضة، وفي النهاية الرياضة متعة، وبلا الكلاشات هذه وبلا الحركات هذه وبلا الكلام والتصريحات هذه ما تكونش رياضة، ما فيهاش متعة. المتعة دايما لما تيجي تاكل حاجة زوينة وعايزها تكون تتلذذ بطعمها، خاصك تحط عليها شطة الحار، تحط عليها الحار عشان تدي الطعم الزوين وتحس ان هي زوينة. فالحار بتاع كرة القدم هي الكلاشات دي. صراحة تحية ليك وناحي، وتحية للمنتخب المغربي، ونتمنى إن شاء الله النهاردة الفوز لمنتخب مصر، ولاعيبتنا ترد في الملعب واحتفل زي ما أنت عايز، كل واحد يحتفل زي ما هو عايز، لكن يحتفل بتقدم فريقه بإحراز هدف، بتقدم في بطولة، مش يحتفل بتعادل ولا هزيمة. تحياتي ليكوا كاملين، ألف ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي، فوزوا في أول مباراة على تنزانيا، ومنتظرين النهاردة مصر قدام غانا، وربنا يستر من غانا، ما بتفائلش بيها من يوم ماتش 6-1، ما بتفائلش بيها. مايكل إسيان والستة واحد
في الذاكرة ما بتروحش. عايزين النهاردة نشوف لعيبة منتخب مصر الحقيقي، لعيبة منتخب مصر اللي ترفع اسم مصر وترفع اسم الكرة العربية والمصرية في أمم إفريقيا. أيا كانت طريقة لعبكو، احنا عايزين نفوز وفي نفس الوقت نتمتع. ازاي؟ معرفش. سلام.